كلنا بنحب امهاتنا ودايما بيحصل بيننا وبينهم مواقف كتير مضحكه وحاجات كتير جدا ممكن مش كل الناس اصلا تعرفها لانها خبايا وفي البيوت. قولي بقى اتخانقوا مع ماما في البيت؟ ده في بلاوي بلاوي والله. عندكم الشامبو؟ يعني هي مثلا بتقول لك ايه وهي بتضربك او بتقول لك ايه لما تيجي تتخانقي معاك؟ قلد لي ماما كده. ايوه تهزيه. ايه بقى النهارده بقى وقفنا كل الولاد او كل الشباب والفئات الصغيره عشان نسالهم امهاتهم بتعمل معاهم ايه لما بيتخانقوا معاهم وهي اسرع اسلحه بيستخدموها في البيت. قول لي بقى انت بتخانق مع مامتك في البيت؟ يعني مش كتير قوي. يعني بتشد معاها اكيد؟ اه. ليه بقى؟ من التليفون. اه كتير. قد كام خناقه كده في اليوم؟ كتير كتير طول ما انا قاعد. طول ما هي قاعده قدامي. ليه بقى؟ كده عادي عشان مذاكره وكده. كتير كتير. قد ايه كده مثلا؟ لا لا ما اتعدش خالص. انا بقعد في البيت اتخانق. انا لما بقعد في البيت لازم اتخانق عشان يبقى كلام بنات وكده فاهم؟ تقول لي انت بتكلم بنات الناس ليه والجو ده؟ ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. يعني على مش على طول. يعني ايه اكتر خناقات بتخانقيها مع ماما بسبب ايه؟ بسبب الاخوات عشان اخواتي. اه كتير. اه ايه بقى عشان ايه؟ ترويق اللعب كده بس عشان مذاكره. اه عشان مذاكره كتير. قد ايه يعني في اليوم بيجي 9 مرات؟ 9 مرات خناقات. ليه بقى الخناقات بتبقى على ايه بالظبط؟ حاجات البيت نزول كده يعني اللبس بيبقى مش عاجبها. يعني ساعات ايام مش دايما او ساعات. لا ما بتخانقش انا. اه بكتير طبعا طول القعده خناقه. اه فبدا بالليل عشان برجع متاخر بصر مع اصحابي على طول وكده بس. لا ماما لا خايش معاها. طب لما بتخانق مع اخواتك في البيت وبتعملوا ده عشان ماما بتقول لكم ايه؟ بنتضرب على طول. بتتضرب؟ هو انت ماما بتخانق معاك في البيت؟ لا خالص. ولا عشان المذاكره حتى؟ لا عشان المذاكره. اه طبيعي الاطفال اوقات بتبقى مؤدبه كويسه جدا بس اوقات بتبقى في بيكس كده معينه بتحصل فيها مشاكل يعني. طيب قولي مين بيخانق في البيت معاكي اكتر بابا ولا ماما؟ ولا حد. طيب قول لي وصف لي مامتك بتتخانق معاك ازاي في البيت؟ اوه يا بيما ويا حيوان ويا عرت اصحابك يا لهوي يا اللي مالكش لازمه. حياه النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطه. ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. هو ايه تاني؟ لا ده في بلاوي بلاوي والله بس هو دول حلوين. اما تضحك حتى يجي لي اما تضحك يا اخي. يا ابني بقى سيب التليفون الزفت اللي انت ماسكه على طول 24 ساعه ده اللي بينور لك حياتك. لا اقلدها صعب دي. لا ما اعرفش اقلدها الصراحه بس هي بتدخل بتزعق جامد. انت مكوس لعيلة اصحابك ابوك اللي مبوظك والتليفون اللي مبوظك ومش عارف ايه. ده ليها 20,000 خناقه في اليوم. قلت لك ايه بالظبط؟ يعني مثلا تبقى وانا قاعد مثلا ماسك التليفون قاعد مثلا بتشات على الواتساب الاقي واحد داخل عليا ما تسيبك من التليفون هو في ايه؟ ايوه. انت ما بتنزلش تشتغل ليه كده؟ لا هي بتقعد تقول لي كله من التليفون وسيب التليفون وكده يعني. وايه تاني؟ عايزاك تقلديها كده وداخله عليك دلوقتي تتخانق معاكي. لا مش عارفه هو مثلا انا ببقى بعمل سيرش على حاجه على التليفون وهي انت مش قلت لك ذاكري ومش عارفه ايه بس كان مش تنتين كده كان تهزيئه وخلاص. ايوه تهزيئه. ايه بقى؟ يعني بتقعد تقول لي ان انا بقول لها هتشوفي الدرجات في الاخر هتشوفي الدرجات في الاخر الدرجات بتاعتها مش حلوه وفي النهايه مفيش درجات اصلا. بالظبط بس عادي يعني. يعني السلاح بتاع كل ام الشبشب على طول. السلاح طاير على طول. الشيب بيجي فيك يعني على طول مش على طول بيسيب بس هو اكتر المرات بيسيب. يعني مثلا لو في ازازه ميه جنبها تحذفنا بيها عادي. ميه ازازه ميه بس؟ اه عادي. اي مفيش اي اسلحه ثانيه طايره؟ اي حاجه جنبها. اي حاجه حتى لو شبشب عادي طبيعي. يعني هو تتحول طبعا. تتحول. اوصف لي التحول ده. هو في حاجه بتطير في الهواء كده وبتاخدها في وشك بس. ده سلاح الشبشب. اه سلاح. يعني هو اسرع سلاح. اه طبعا. امي اطلب من روح اجيب الحاجه. قوم يا دي اعمل كده يا قوم تحكي فانا اقول لها لا. يعني ما بتضربكش بحاجه كده في ايديها اي حاجه؟ بالشبشب على طول. بالشبشب؟ بالشبشب. طب ايه اكتر جمله ماما بتكررها كتير معاك لما بتتخانق معاك في البيت مثلا؟ لا بتقول انت عرت اصحابك وابوك اللي مبوظك. انت شاب فاشل. بس عادي. يعني مثلا ما فيش حاجه معينه ماما لما بتتخانق معاك بتفضل تكررها؟ لا هو من التليفون. تليفون مفيش تليفون تاني. انا كنت بسلك السايب في السايب كده بس. انا ما عرفتش اربي. انتوا عيال مش محترمه. لما باباك يجي. لما بابا يجي بس. لو لما بابا يجي هوريك. بابا بيعمل حاجه.
هي بتشتم على طول. يعني ما بتقولكوش مثلا انا ما عرفتش اربي انا اي حاجه؟ صح. ايوه. اسكت. بس لو ردينا هديت اكتر، فاحنا بنسكت عشان نتلاشى الحوار كله. طيب تحب تقول ماما ايه قدام الكاميرا؟ بحبك وربنا يخليك ليا ويجعل يومي قبل يومي. عايز اقول لها ربنا يخليها لينا طبعا ويديها الصحه يا رب. انا وربنا خلاها لنا قبل اي حاجه عشان هي شايله حملنا كتير قوي. يعني هي الوحيده اللي شايلاه، يعني ما حدش غيرها. لا ربنا يخليكي لينا، وكل سنه وانت طيبه، وربنا يخليكي لينا طول العمر. دي بحبها قوي، مش عارفه من غيرها كنت اعمل ايه، فهي غالي عندي جدا قلبي.